بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة كانت بحث علمي، اتبعت فيه خطوات البحث العلمي في البحث. الحلقة هذه مهمة جدا، فأرجو اللي هيضيع تعبي فيها، من اللي هيضيع تعبي اللي هو مش هيكمل مشاهدة الحلقة. السؤال هو: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائجنا؟ أو السؤال من طريق آخر: هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك؟ أولا، الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربي، المؤهلات العلمية له ليسانس في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر، ماجستير في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. المناصب التي شغلها: مفتي الديار المصرية، وهو لا زال الآن رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة والبور وهيئات الإفتاء في العالم، رئيس مجلس إدارة مجلة دار الإفتاء المصرية، وعير إلى معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان، وأستاذ مساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، رئيس قسم الفقه وأصوله في معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان، وأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، عضو لجنة الدراسات الفقهية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم. أنا ذكرت كل دي، شوف الدرجات التي وصل إليها، ويأتي إنسان ليس عنده علم في الأزهر الشريف ولا في الإسلام الوسطي، فيتطاول على هذا المفتي، وهو ربنا قال: وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا من أولي الأمر. ليه؟ لأنه مفتي، لأن فتوته هو بيتحمل الفتوى دي كلها عن العالم كله، مش عن جمهورية مصر العربية بس. فما يجيش أنت ليس لك مؤهلات تؤهلك مثله وتقول عنه أنه أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا هو مشرك أو كافر. طبعا مش هنجيب سيرة الناس دي ولا أسماء، ليه؟ لأنه لا ينبغي لنا أن نذكر. قال إيه؟ قال إيه عن التوسل؟ خلي بالك، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع جرى عليه المسلمون سلفا وخلفا، ولا يجوز إنكار ذلك، كما أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة. إذن لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعمال، فالمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده، بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم وتوسل به لذلك. دل على ذلك ما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه أصبت في بصري فادعو الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. يبقى في أول حاجة قال الله، اللهم أتوجه إليك، الضمير عائد إلى الله، يبقى أنت بتنسب الأمر إلى الله. يا محمد، إني أستشفع بك في رد بصر، اللهم شفع النبي في. وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله تعالى بصره
والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة: اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك، جائز شرعا. دي كلام مفتي جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور شوقي علاء. هل لك أن تعترض؟ وما هي مؤهلاتك؟ وما هي أبحاثك حتى تقول؟ لا تسمي نفسك طالب علم وتقول إنني فحصت في كتب السنة وكذا وكذا، وتجتزئ آيات وتؤولها وتلقي عنق النص حتى تبعد الناس عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك به. طيب نشوف أيضا رد آخر من الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي جمهورية مصر العربية. خلي بالك من هو مجدي عاشور، مكانته العلمية، حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الديار المصرية، المشرف والمنسق الشرعي لدار الإفتاء المصري، عضو اللجنة العلمية لموقع إعداد المفتيين عن بعد، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المشرف على قناة الناس الفضائية، صاحب برنامج دقيقة فقهية في إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة. مؤلفات: السابل والمتغير عند الإمام أبي إسحاق الشرقي، السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم، مدخل إلى السنن الإلهية، سيدنا النبي ملوش زي، النسائم العطرية من مسك السيرة والشمائل المحمدية، كوكب الروضة في تاريخ جزيرة الروضة للإمام السيوطي، تحقيق بالمشرق يعني حقق، لا العديد من البحوث والدراسات المنشورة في الدوريات العلمية ومنشورات مكتبة الإسكندرية. يبقى أنا جبت لك كمان المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي جمهورية مصر العربية. هيقول إيه؟ تعالوا نشوف رأيه. من المسائل التي حولها المتشددون لدائرة التكفير التوسل بالأنبياء وجعلوه شركا بالله. نحن نقرر عدة قواعد: أن المسبب لكل شيء هو الله، ولا بد أن نفرق بين السبب والمسبب. لافتا خلال برنامج فتاوي الناس على قناة الناس، عندما نتوسل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نتوسل بمكانك ووجهة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من باب الشفاعة، مستدلا على جواز التوسل بقصة أصحاب الصخرة الذين ابتهلوا إلى الله بأن يفرج عنهم ما هم فيه بصالح أعماله. إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز بأن أستشفع به، وأنت تقول يا رب أنا أأخذ سبب للشفاعة، وهي أعظم وسيلة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم شيء في الوجود. مؤكدا أن خلط المفاهيم المقصود جعل المتشددون يطلقون فتاوى التكفير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لذلك يجوز التوسل بالأنبياء وبالأولياء، ولا نلتفت لمن يحرم ذلك على الناس. أجاز وأصاب فضيلة الدكتور مجدي علام المستشار الأكاديمي والعلمي لمفتي جمهورية مصر العربية. طب نشوف رد ثالث الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأصغر. وده الراجل ده يعتبر عالم من علماء الحديث
على مستوى الكرة الأرضية لم يكن في مصر محدث قبله، ومن أتوا بعده ولا ينتمون للأزهر الشريف معظمهم رمى الناس بالشرك والتكفير. الوظائف التي تولاها أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، عميد كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو مجلس الشعب المصري معين بقرار من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك، يعني هو مرشحش نفسه في الانتخابات، عضو في المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي، عضو مجلس الشورى المصري بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك. يبقى مجلس الشعب ومجلس الشورى دي سنة ودي مرة ودي مرة، ما برضه ما ترشحش الرئيس اللي معينه، يعني مش بيلهس وراء الدنيا. عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، رئيس لجنة البرامج الدينية بالتلفزيون المصري، من مؤلفات الإسلام وبناء الشخصية، من هدي السنة النبوية، الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة والرد على منكريه، التضامن في مواجهة التحديات، الإسلام والشباب، قصص السنة، القرآن وليلة القدر. طبعا إن دعاء الله من خلال التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب ليس به غضب، ولكن بعض العلماء قال إن التوسل بالرسول أثناء حياته فقط جائز، ولكن أصح أن التوسل جائز في حياته وبعد مماته. قصة الثلاثة الذين دخلوا المغارة وسدت عليهم الصخرة طريق الخروج، فتوسل كل منهم إلى الله بعمل الصالح فقبل منه وانفرجت أزمته. وأضاف أن العديد من العلماء أجازوا التوسل بغير الأنبياء والأحياء والأموات، مثل دعاء اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وهذا دعاء شامل للعديد من الناس. نأتي لأكبر هرم في العلماء المعاصرين، ألا وهو الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية السابق مباشرة للأستاذ الدكتور شوقي علام. هذا الرجل له أكثر من 100 مؤلف، وله مئات الدرجات العلمية في رسائل الماجستير والدكتوراه التي أشرف عليه، ومئات المؤتمرات، ومئات الألسنة من ملوك وسلاطين ورؤساء العالم. أنا لا أستطيع أن أجمل سيرته، يكفي أن عنده 4 شقق مخصصة لكتبه، مكتبته 4 شقق، 4 ينهل منها كل من يزور، وقرأها كلها، فلو فيه كتاب واحد لم يقرأه يبكي ويقول كتاب في مكتبة علي جمعة لم أقرأه. الشهادات التي حصل عليها: التحق بجامعة الأزهر الشريف، تخرج من كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ماجستير أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون درجة ممتاز، دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون مع مرتبة الشرف الأول، الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من قبل جامعة ليفربول للتسامح والتفاهم بين الأديان على مستوى العالم، الدكتوراه الفخرية من جامعة أسيوط بمصر باعتباره أحد أهم الشخصيات المصرية المؤثرة في تفعيل منظومة العمل الخيري والتطوعي لتنمية المجتمع ونشر ثقافة البذل والعطاء من أجل تنمية المجتمع المصري، الدكتوراه الفخرية من جامعة بني سويف بمصر في العلوم الإنسانية في عيد العلم الثاني. المناصب التي شغلته: عضو مجلس النواب معين من قبل الرئيس عام 2021، عضو عامل بالمجمع العلمي المصري، مفتي جمهورية مصر العربية من 2003 ل 2013، عضو في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف،
أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية البانين بالقاهرة، عضو لجنة الدراسات الفقهية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رئيس اللجنة الفقهية المنبثقة عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، عضو لجنة تحكيم جائزة الملك عبد الله الثاني لأسبوع الوئام بين الأديان، عضو مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها. طبعا لو أنا بقى قلت لك الكتب والمؤلفات والحاجات الحلقة هتبقى مدتها ساعتين. تعالوا نشوف فتوى علماء الأمة من مذاهب الأربعة، ده كلام مين؟ دكتور علي جمعة. أجمعوا على جواز واستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، واتفق على ذلك على أن ذلك مشروعا قطعا ولا حرمة فيه، وهو ما ندين الله به أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحب، وأحد صيغ الدعاء إلى الله عز وجل المندوب إليه، ولا عبرة بمن شذ عن إجماع العلماء. كذلك القول في التوسل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الله الصالحين، فإن جمهور العلماء أكدوا على أنه مشروع ولا حرمة فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في حديث طويل: اغفر لأم فاطمة بنت أسد ولقنا حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيتوسل بحق الأنبياء، حق نبيك والأنبياء الذين من قبل. طب دول مات، فإنك أرحم الراحمين. فاطمة بنت أسد لأنها هي التي ربت زوجة أبو طالب وأم سيدنا علي، فهو وهو يدفنها سأل الله بحقه وحق النبيين من قبل. وأوضح فضيلة المفتي السابق أنه وعلى ذلك فإن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك، جائز. وكذلك ما أخرجه الترمذي عن أبي جعفر الخطمي عن رواية أبي جعفر الخطمي في حديث الأعمى الذي قلنا. يبقى إذا أنت عايز إيه يا حبيبي بعد كده؟ هم دول العلماء العاملين والمعاصرين كلهم قمم وأهرامات في العلم وفي الفقه وفي الدين. أنا جبت لك اتنين مفتيين وواحد نائب المفتي مع ناس أطراف. طب هنشوف بعد كده الدكتورة نادية عمارة. الدكتورة نادية عمارة داعية إسلامية مصرية خبيرة في مجال فقه النساء، درست بكلية الآداب بجامعة اسكندرية قسم اللغة العربية بشعبة الدراسات الإسلامية، حصلت بعد تخرجها على درجة الماجستير ثم الدكتوراه، تتلمذت على يد الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ ياسر رشدي، وكانت بداية شهرتها من خلال تقديمها لبرنامج قلوب عامرة على قناة الحياة، عملت لدى قناة ERT وقامت بتقديم برنامج أنوار رمضان للدعوة للشباب والأطفال. ثم بعد ذلك انتقلت إلى قناة اقرأ الفضائية وقدمت برنامج فقه النساء. قالت إيه؟ إذا كان عند الإنسان حاجة يريد أن يقضيها له الله سبحانه وتعالى فعليه بدعاء التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعد كنزا من كنوز السنة النبوية، وأن صيغة الدعاء هي: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. ثم يذكر الإنسان حاجته ويكمل الدعاء باللهم شفع نبيك فيه. قال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري: التوسل من أقرب القربات وأولى الطاعات، ونص عليه المولى عز وجل في كتابه الكريم، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وليس من وسيلة أقرب الله تبارك الذي قرن الإيمان به الإيمان بنبيه،
وذكر الله وذكر الله مقرون به واستغفر لهم الرسول، أي أن استغفار النبي وسيلة من الوسائل التي نتقرب بها إلى الله. ومن دعاء التوسل إلى الله بنبيه قول الأعمى ولقد قلناه قبل ذلك. هناك أعرابيا نزل عن ناقته وقف أمام المواجهة الشريفة وأمام النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقال الرفيق الأعمى، وقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما، وإني سمعت القارئ والقرآن يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أخذ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأتني، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فبشره بأن الله قد غفر له، وشدد العزازي على أنه يجوز الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الوسيلتين: أن تحضر إلى مقامه الشريف وتسلم عليه وتعتذر له، فمن استطاع فعل، ولمن لا يستطيع فعليه أن يدعو الله من مقامه، لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هنا وصلنا أحبابنا الكرام إلى ختام هذه الحلقة الطيبة، أننا نكون قد وفينا في الرد على أسئلة المشاهد الذي قال: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولقد كثرت حلقات في الفضائيات وعلى اليوتيوب لمن يرمون الناس بالشرك والكفر إذا ما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بصحابته الكرام أو بآل بيت النبي أو بالعمل الصالح، ويفهمون النصوص على ظاهرها ولا يتحققون من جوهرها ولا يفهمون لبها ولا معانيها، فإنهم سطحيون وإنهم مغالون، وأكثرهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لا يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هات لي إنسان أو يدعي أنه عالم ويرمي الناس بالباطل والكفر في قضية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجدته مكسرا من الصلاة على النبي فأخبرني هذا. وأيضا انظر إلى وجه هذا الذي قال هذا، انظر إلى وجهه عندك تصوير الآن، بسم الله ما شاء الله منتقل عبر الأسير في العالم كله. شوف وجه الناس دول اللي هم تجد أن وجههم غير مألوف، وهتحس أنت إذا كنت إنسان صافي صادق مخلص لله، هتحس انت من داخلك ان فيه صدق وعدم قبول لهيئته حتى بشكل، وقلبك يرفض كلامه. نسأل الله تعالى السلامة من كل اسم والنجاة من كل شر، وان يكفينا الله سبحانه وتعالى شر السفهاء والجهلاء، ويحببنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.